هذا السائل يقول: في هذا الزمان الذي نعيشه كثرت الفتن فهي كقطع الليل المظلم، نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن. ومن هذه الفتن دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الضلال والبدع من الصوفية والروافض الاثنى عشرية وغيرهم، فهل يجوز أخذ العلم من هؤلاء إذا كانوا، أو فهل يجوز أخذ الفقه من هؤلاء إذا كانوا من أهل الفقه إلا أنهم ضلال في العقيدة؟ لا يجوز أخذ العلم عن هؤلاء، لأنهم يضلون من تتلمذ عليهم ويدسون عليه الشر. ومعروف أن المتعلم يقلد العالم، يقلد معلمه ويقتدي به، فلا يؤخذ العلم عن هؤلاء، بل يحذرون ويتجنبون. يؤخذ العلم عن أهل العلم المتمسكين به، عن أهل الهداية.